عبد الرحمن هذا الشاش خفيف طبيعته كذا عشان يدخل الضوء منه. انتوا ذكرتوا انكم استبدلتوا التربة هذه الى تربة جيدة الصرف. الى هذه الدرجة وصلت يعني الدقة والاتقان في العمل. اللي هو استخدام المبيدات الكيميائية بصورة مكثفة بيقضي برضو على المفترسات بالنسبة لبعض الحشرات. السلام عليكم. يوجد في السلطنة أكثر عن 80 صنف من أصناف البطيخ التي توارثها المزارعون منذ القدم، والتي تتشابه في كثير من الأحيان في صفاتها المورفولوجية، ولكن دخلت أصناف تجارية محسنة إلى السلطنة والتي من شأنها إعطاء إنتاج أكبر بناء على وحدة المساحة. خلونا في هذه الحلقة نتعرف حول المعاملات الزراعية التي يمكن العمل بها للحصول على إنتاج وفير في البطيخ. عبد الرحمن، ونحن في أحد المزارع اللي تشرفوا عليها نريد نتعرف على معاملاتكم الزراعية لزراعة محصول القح. في هذه المزرعة مبدئيا ننظر للأساس اللي هي التربة. في هذه المزرعة قمنا بأخذ عينة للتربة ووديناها الفحص المخبري، واتضح أنه نسبة الكلوية مرتفعة في التربة، كذلك موجود فيها نسبة فسفور ولكنه صعب الامتصاص للنبات، فاضطرينا أن نبدل التربة مكان اللي هو مكان الزراعة فقط، يعني ما نبدل التربة كاملة لأنها هذه تبديل التربة كاملة بتكون مكلفة هالزبون. وكذلك من ضمن السلبيات للتربة الموجودة الحين في المزرعة اللي هي كثيرة الحصى، واضطرينا وطينية يعني متولف فيها أكثر من نقطة، فذلك اضطرينا أن نبدل التربة تكون شوية مثلاً لمحصول القح شبه نفاذية، إنها تكون لأنه القح من النباتات اللي يحتاج نفاذية تربة جيدة أو تهوية جيدة. طيب يا عبد الرحمن، انتوا ذكرتوا انكم استبدلتوا التربة هذه الى تربة جيدة الصرف. اشاهد الاسمدة تقريبا. استخدمنا الاسمدة تقريبا 350 كيس، كل كيس تقريبا 20 كيلو، اي ما يعادل تقريبا 7 فدان للاربعة فدان فاصل 7 هذه. كذلك استخدمنا هذه اسمدة عضوية، استخدمنا اسمدة معدنية اللي هي متعادل 15-15 9 جواني. ايوه. واستخدمنا اللي هو الكبريت الزراعي كذلك 15 جونية. كل جونية كانت 25 كيلو. الكبريت الزراعي من اهمياته انه يساعد على تخفيض الملوحة سواء للتربة او للماء. كذلك استخدمنا اللي هو المخلط العماني بمعدل 15 كيس للمساحة هذه كاملة. هذا المخلط العماني اسم تجاري؟ المخلط العماني أيوة اسم تجاري. إيش فيه بالضبط؟ فيه نسبة الكبريت 88%، يعني تقريبا شبه كل كبريت. وليش سموه مخلط عماني؟ يعني هل هو إنتاج السلطنة يعني؟ لأنه من إنتاج خلنا نقول أرض السلطنة. البطيخ يجود بعطائف الأراضي السلطية الخصبة والأراضي الطمية جيدة الصرف والأراضي الرملية التي أضيفت إليها الأسمدة العضوية، والبطيخ شديد الحساسية للبرودة ويمكن زراعته في عروتين، العروة الأولى في شهر 1 و2 و3 والثانية في شهر 7 و8. كان هناك في بعض المعلومات اللي يحتاج ان نتعرف على تفاصيلها اكثر. البذور طبعا نستخدم انواع مهجنه واللي هي انواع الافون، وتكون بذور يعني تتحمل الظروف المناخيه العديده وتتحمل الافات،
وكذلك تتحمل يعني إذا كانت هناك بعض من أنواع الملوحة أو التغيرات اللي تصير في الماء وفي التربة. والأهم نقطة أنها تكون يعني غزيرة في الإنتاج، أصناف يعني تكون إنتاجها عالي. وهذا البذور اللي عندك؟ هذه طبعاً من أحد الشركات الرائدة المتخصصة في البذور. فيها 1000 بذرة؟ هذا المجلد في 1000 بذرة، وزعناها على أساس خط الجي آر، لأنه الثقوب وضعناها على أساس 50 سنتي، فهذا يصير عندك حسبة في عدد البذور اللي بتحتاجها، لأنه على كل نقاط بتكون بذرة. شوف 50 سنتي بالضبط. ما شاء الله، كله محسوب. كل شيء محسوب بدقة. وهذه هي البذرة. طبعاً البذرة. أيوة. يضع الرأس، هذا الرأس الصغير منها للأسفل أثناء الزراعة، وتضع عند النقاط. وبإمكانك إذا تضع يمين النقاط هنا بذرة. أيوة. في النقاط الآخر تضعها يسار. نعم. يعني الفكرة منه إنك تصير مخالفة في بين النبتة هذه والنبتة هذه، عشان تعطى فرصة ومساحة وأنت توجه. زين، هذا تو الحين علامها لونها أزرق. مصبوغة بمبيد. أيوة. أو مادة تحفظها، تحفظ البذرة نفسها وتحفظها أثناء الزراعة من أي أمراض فطرية أو تعفنات أو ما شابه. هذا البذرة معك، كيف بنزرعها؟ كم العمق اللي محتاجه؟ البذرة هذه تراوح العمق من 3 سنتي إلى 5، ولكن لا يزيد. أيوة. وأنا أفضل أنه يغرس في حدود 3 سنتي. طيب علمني. طبعا تعمل بأداة أو باليد كذا، وتغرس البذرة الرأس الصغير للأسفل، رأس البذرة الصغير هذا يكون للأسفل بهذه الطريقة. إلى هذه الدرجة وصلت يعني الدقة والإتقان في العمل، عشان أنك تحصل نسبة إنبات جيدة. عبد الرحمن، هذا الشاش خفيف طبيعته كذا عشان يدخل الضوء منه. أيوة. وتدخل التهوية للنبات، فقط هو يقلل نسبة الضوء داخل النبات، وفكرته الأساسية أنه موضوع الآفات، يكون ما يدخل الآفات والحشرات داخل النبات. طبعا حين واصلين نهاية الخط، نهاية الخط تكون تثبيته. أيوة. ويشد بطريقة صحيحة ويوضع للتربة. الحين بهذا التراب يكفي صح؟ بهذا التراب لازم يثبت، ما يخلى أبدا فتحة من تحت، ويكون شد بالطريقة الصحيحة عشان الهواء ما يأثر فيه أو ما يزيله لما يجي، يشد بهذه الطريقة. زين يا عبد الرحمن، الحين نحن سكرنا، زرعنا. نعم. وروينا وغلفنا. بالضبط. إلى متى؟ بعد تغطيته بالشاش الزراعي تقل عمليات اللي نقوم بها ما بعد الزراعة، اللي هي بعد إنبات النبتة بتقريبا بعشر أيام إلى 15 يوم، بعد ما تطلع 3 إلى 4 ورقات. أيوة. هناك منها يعني برامج تسميد ومنها برامج وقاية. أيوة. هي رش مبيدات. برامج التسميد ينقسم إلى قسمين تسميد، تسميد معدني اللي هو تقي أسمدة محببة وأسمدة سائلة. المحببة أعتقد هي نفسها اللي استخدمناها عند بالضبط قبل الزراعة، ولكن هذه الحين ما بتقدر تعطاها بهذا الشكل، لأنه عملنا الشاش الزراعي غلقناه المكان، بتكون عن طريق السمادة لأنها أسمدة قابلة للذوبان. هنالك كثير من المعاملات السمادية التي يمكن الاستئناس إليها للحصول على إنتاج وفير، منها على سبيل المثال للحصر، إذا ما كان الفدان الواحد طوله 60 متر وعرضه 70 متر يمكن تقسيمه إلى 35 خط، بين الخط والآخر مترين،
يمكن أن نضع في كل خط ما مقداره من 8 إلى 10 كيس من الأسمدة العضوية والتي يصل وزنها في حدود 40 لتر. أيضاً يمكن أن نضيف بعض الأسمدة المعدنية المهمة كالسوبر فوسفات الثلاث المحبب بمقدار يصل من 4 إلى 5 كيلو في كل خط، ونضيف الهيوميك أسيد بمقدار من 2 إلى 3 كيلو في كل خط، والمخلط العماني واللي هو عبارة عن الكبريت الزراعي بمقدار 2 إلى 3 كيلو في كل خط. كل هذه المعاملات الزراعية من أسمدة عضوية ومحسنات امتصاص العناصر الغذائية وأيضا محسنات التربة تهدف إلى رفع الإنتاج على وحدة المساحة. طيب عبد الرحمن، شو هي أهم الآفات والأمراض اللي تصيب البطيخ أو القح؟ من الآفات اللي يعني يعاني منها كل مزارع في يومنا الحالي اللي هي ذبابة الفاكهة أو ذبابة الثمار. فهذه يعني مكافحتها أصبحت كما تقول صعبة، ما كل المبيدات إنها تقدر تكافح هذه الآفة إلا يعني بطرق معينة أو مبيدات معينة. ايوه، او مادتها الفعاله للمبيدات تكون قويه جدا. ايوه، او انك تبعدها عن الحقل بمصائد خاصه فيها هرمونيه. ايوه، يعني مثلا هذا الحقل عندنا ما يصير انك تضع المصائد الهرمونيه هذه تبع ذبابه الثمار هنا وسط الحقل، يحتاج لك انك تخليها حول المزرعه، اي بمعنى اخر او بمصطلحنا احنا المحلي انك تلاهاها او تبعدها عن الحقل نفسه. لكن لهذا الدرجه اصبحت هذا الذبابه مضره على حقولنا؟ بالفعل، هذه ذبابه تخطف خلنا نقول يعني على كل الثمار. طيب عبد الرحمن، طالما اني انا سويت مشروع مثل هذا بشتري افضل مبيدات حتى اني اتخلص من هذه الافه. هذه الافه قد تكون انها الذبابه نفسها هذه تجي بعده سلالات، قد يكون أنا جربت مبيد معين عنده سلالة معينة، أنت تجرب المبيد نفسه قد يكون ما فعال لهذه الذبابة، فهي ومن ناحية أخرى ترفع تكاليف ومصاريف لهذه المبيدات اللي جالس تشتراها. أيوة. كذلك من ناحية أخرى هي قد تكون أكثر من أنها جهود شخصية جهود مجتمعية للقضاء على هذه الآفة بعمل المصايد بالمكافحة بكثير من الطرق يعني. وإذا زرعتنا داخل بيوت محمية غير المظلات الزراعية بالأحرى؟ نعم، هذه من أحد الطرق اللي هي تكون بعمل بيوت محمية غير مبردة، إنها تكون تحجب هذه الذبابة من دخول لداخل الحقل، أو إذا صار إنها سبحان الله ودخلت تكون مكافحتها بسيطة للذباب اللي داخل في المحمية. المهندس مكتبة، كنا هنا قبل حوالي 75 يوم مع المهندس عبد الرحمن الكلباني وزرعنا أول بذرة في هذا الحقل، وما شاء الله الحين بدأ موسم حصاد هذه الفاكهة الطيبة، فأكيد أنكم مريتوا بعدد من التحديات نريد نعرفها ونحددها حتى إن نحن والمشاهد الكريم يستطيع أن يتلافيها في المستقبل. من ضمن التحديات نحن اللي كان موجودة معنا اللي هي ذبابة القرعيات، يعني ذبابة القرعيات كانت من ضمن التحديات اللي هي بتواجهنا، واتبعنا فيها طرق مكافحة، لكن نعرف كل موسم بيكون له يعني عوامل معينة بتأثر برضو على نشاط الحشرة. يعني في من ضمن التحديات الثانية اللي هي كان سقوط الأمطار في الفترة الفاتت اللي هي أمطار خير وبركة كانت على السلطنة، وأيضا دي برضو جاتنا في فترة اللي هي كان في فترة بتاع التسهير، فبرضو أثرت لنا على نسبة العقد، فكان ده سبب أو عامل من العوامل اللي أثر على ان نسبه العقد وبالتالي الانتاج. يعني احنا نفرح لما تسقط الامطار، وانتم تحزنوا؟ والله طبعا يعني زي ما يقولوا الامطار اكيد امطار خير وبركه، لكن زياده الامطار عن الحد المعقول بالنسبه للبيئه للنبات فهي يعني كانت شويه لها تاثير يعني. التحدي الثاني برضو كان معنا يعني الارض كانت مزروعه سالفا برضو في الموسم السابق اللي هي بمحصول قرعيات
زين اللي هو بالقرع يعني. فهذه برضو خلت انه يكون في تحدي اللي هو برضو يعني زي ما شايفين احنا الحشائش كثيرة في الحق، فده كان برضو من ضمن التحديات. فده ناتج انه في الزراعة السابقة ما كان ممكن يكون فيه اهتمام من قبل يعني الجهات الثانية اللي كان هي مشرفة على الموقع، وبالتالي تناثرت معانا بذور بتاعت حشائش كثيرة وأدت إلى نمو الحشائش بصورة كبيرة جدا يعني. وش طرق تلافي تلك الآفات العشبية؟ طبعا طرق المكافحة ما طرق ميكانيكية أو طرق كيميائية، واللي هي الطرق الميكانيكية اللي هي بالنظافة يعني، والنظافة دائما هي كل ما كانت في وقت مبكر بيكون أفضل وبيكون أسهل يعني، وبكون أقل برضو تكلفة يعني، وبقدر إنه أنا يعني ما أخلق تنافس للنبات. والريات الكاذبة؟ وأيضا من ضمن اللي هي زي ما تفضلت أستاذ إبراهيم اللي هي برضو الرية الكاذبة، اللي هي أنا بروي رية قبل الفترة بتاعت الزراعة على أساس إنه أشوف البذور وأعطيها رطوبة وتحصل لها إنبات، فبالتالي برضو بتديني يعني مؤشر إنه الأرض إذا فيها بذور بتنبت، وبعمل لها عملية بتاعت حراسة يعني. من المعاملات الزراعية المنصوح بها في زراعة البطيخ أن تكون المسافة في ذات الخط هي 50 سم، وبعد الزراعة نقوم بتلحيف البطيخ حتى نتلافى كثير من الآفات والأمراض ونقلل من المصاريف التشغيلية، وعند الإزهار علينا إزالة الغطاء أو اللحاف حتى نحصل على كمية كبيرة من التلقيح وبالتالي كمية جيدة من الإنتاج، والإنتاج يكون في عمر 75 إلى 90 يوم، وذلك اعتماداً على المعاملات الزراعية المقدمة وموسم الزراعة، ما إذا كانت العروة الأولى أو الثانية وأيضاً الصنف. طيب مهندس مكتبة، نريد نتحدث بنوع من التفصيل عن مكافحة الآفات الحشرية على وجه العموم وبذبابة الكرعيات على وجه الخصوص. يعني هذه البطيخة اللي الحين وصلت إلى هذا المستوى تبارك الرحمن، أعتقد أنها عانت كثيرا حتى أنها وصلت إلى هذه المرحلة، هل تتفق معي؟ طبعا طبعا أستاذ إبراهيم، يعني عانينا يعني صراحة على أساس أنه نحصل يعني الأحجام هذه من الثمار يعني. فزي ما انا ذكرتها انه زبالة الفاكهه هي كان من ضمن التحديات يعني، لكن احنا نصيحتنا اللي هي بنقدمها احنا دائما اللي هو كمهندسين زراعيين اللي هي المساله بتاعت انك انت كيف تقدر تتعامل مع الافه او مع الحشره او مع العدو الزراعي اللي قدامك يعني، اذا صح التعبير يعني. بالنسبه للمواد الكيميائيه اللي هو نحن دائما في المكافحه بنحب انه نستخدم عدد من المواد الفعاله اللي هي بتساعد على القضاء على الافه. فممكن نستخدم مثلا الدلتامسرين، هو مبيد بيشتغل بالملامسه، فايضا في اللي هو مثلا الماده الفعاله اللي هي الثاموكسام، هي ماده حشريه جهازيه تمام. في اللي هي الايماكتين بنزويت، فهو ايضا مبيد باعتباره انه مبيد بيشتغل بالملامسه. فايضا يعني استخدام مواد كيميائيه مختلفه، فده بيخلي انه الافه ما تحصل لها اللي هي العمليه بتاعت المقاومه. يعني افهم من كلامك استاذ مكتبه انه لما نرش نستخدم عدد من الخلطات الخاصه بالمبيدات، نعم، الملامسيه مع جهازيه، نعم، النوع من الماده الفعاله في كل رشه، نعم، والهدف حتى ان ما تستطيع هذه الذبابه ان تكتسب صفات وراثيه بالضبط تقاوم المبيدات. بالضبط يعني. فنحن استخدمنا طبعا النهج هذا، لكن سبحان الله اللي هي الظروف المناخيه برضو بتساعد برضو على اللي هي نشاط الحشره وعلى تكاثرها يعني. كيف
كذلك يا مهندس مكتبة، ما هو سر غياب المفترسات اللي تقضي على هذه الآفة؟ والله أستاذ إبراهيم، طبعا اللي هو استخدام المبيدات الكيميائية، فهي بصورة مكثفة وقد تكون برضو بصورة خاطئة، فده برضو بيقضي برضو على الأعداء الحيويين أو على المفترسات بالنسبة لبعض الحشرات يعني. فبالتالي نحن لما نستخدم مبيدات الكيميائية في أشياء لازم نحن يعني نراعي لها يعني. طيب يا مهندس مكتبة، الحين هذا البطيخ يحتاج إنه أيضا نتأكد من لذتها وجودة هذا المحصول، كيف أعرف إنها هي جاهزة للحصاد؟ اللي هي أنا كذا يكفي؟ والله ما يكفي معانا، نحن ما يكفي. هي نشوف نحن اللي هي العلامة الأساسية اللي هي فصل، اللي هو فصل المحلاق من على الثمرة، فسهولة الفصل هي مؤشر على نضج المحصول. يلا بسم الله وعلى بركة الله، نسأل الله تعالى البركة في هذا الزرع. إن شاء الله. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. صور عندك عندك. عندك انت أستاذي، عندك انت. لا لا والله. أحسن. عندك انت. يلا بسم الله نتقاسم. خذ. بسم الله. سم. بسم الله. وإيش رأيك بالطعم؟ تبارك الرحمن. لا تكاد تخلو السفرة العمانية التقليدية من وجود فاكهة البطيخ، والتي يتفق الصغار والكبار في حبها. والبطيخ من النباتات سهلة الزراعة والتي تتطلب معاملات زراعية سهلة ويسيرة، لذلك أدعوكم إخوان المشاهدين إلى تجربة زراعة البطيخ في حدائقكم المنزلية، وأن تأكلوا بما تزرعون. وفقكم الله.